احنا بنحب نشكر جمعية الراعي على المبادرة اللي قاموا فيها. طبعا احنا من شهر 3 الناس قاعدة، فيش حدا بيشتغل، فيش اشغال. الخدمة اللي بتقدموها رائعة وبتوفي الحاجة على المزبوط. يعني حلو انه حدا يتذكرنا في هاي الحاله الماساويه اللي احنا بنعيشها في هالبلد. جد الظروف كثير صعبه، وشكرا كل واحد بيساعد في هالبلد.